في قاعدة فقهية تقول السنة إذا فات محلها فلا تقضى، هذه مشهورة، ولذلك يقولون سنة فات محلها يعني فلا تقضى. لكن هذا الإطلاق لابد أن يقيد، إذا كانت سنة فات محلها وطال الفصل فلا تقضى، أما إذا قصر فتقضى. والدليل أن سليك الغطفاني جلس وجلوسه قبل أن يأتي بالركعتين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو الآن جلس قبل أن يصلي ركعتين. هنا على القاعدة العامة سنة فات محلها، لكن أتى حديث سليك الغطفاني مع أنه جلس قال قم، لما؟ لأن الفاصل قصير.